قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هل اللحم الذي أكلته لحم غنم أم لحم إبل؟ فماذا أفعل؟ هل أتوضأ أم لا؟ اختر سبيل الاحتياط وهو الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، ولقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا وثم اتجاه آخر في الفتية، إذا كنت في بلدة الغالب على أهلها أنهم يأكلون لحوم الإبل فتوضأ، وإن كان الغالب على أهلها أنهم يأكلون لحوم الغنم فلا تتوضأ أو لحوم البقر فلا تتوضأ. يقول السائل إذا نزل الدم من جسمي هل ينتقض وضوئي أم لا؟ خروج الدم من أي مكان في الجسم سوى الفرج لا أو سوى الفرج والدبر لا ينقض الوضوء. فمثلا إذا طعن شخص طعنة فسال منه الدم فلا ينتقض وضوءه، وكذلك الرعاف النازل من الأنف لا ينتقض به الوضوء. أما دم الحيض ودم النفاس فناقضان بالإجماع. أما دم الاستحاضة والاستحاضة غير الحيض فلا تمتنع المرأة من الصلاة مع نزوله، لا تمتنع، ذلك لأن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وكانت مستحاضة، قالوا فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. هذا وقد قال عدد من أهل العلم ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر بن الخطاب وجرحه ينزف لما طعن في الصلاة، والله أعلم. يقول الأخ السائل ما نواقض الوضوء؟ أقول نواقض الوضوء هناك نواقض متفق عليها ونواقض مختلف فيها. فمن النواقض المتفق عليها خروج الريح، البول، كذلك الغائط، كذلك خروج المني، ينقض الوضوء ويجب الغسل، والمذي ينقض الوضوء على الراجح والله أعلم. هناك نواقض مختلف فيها، على سبيل المثال من النواقض المختلف فيها النوم على هيئة غير على هيئة المتمكن، أو النوم عموما، وكذلك مصافحة المرأة الأجنبية أو مس المرأة الأجنبية عموما. لحم الإبل كذلك من المسائل المختلف فيها، أكله ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. مس الذكر من المسائل المختلف فيها، هل تنقض الوضوء أم لا تنقض الوضوء. فهناك مسائل متفق على أنها تنقض، أمور متفق على أنها تنقض الوضوء، وأمور النزاع قائم فيها، وبالله التوفيق. يسأل يقول أكلت كبد جزور ولم آكل من اللحم، هل يجب علي الوضوء؟ الكبد ملحق باللحم، فمن رأى من العلماء أن لحم الجزور ينقض الوضوء ألحق به الكبد والله أعلم. يسأل سائل أيضا عن موجبات الغسل للمسلم. موجبات الغسل متعددة، من هذه أيضا موجبات متفق عليها، فإذا خرج المني وجب الغسل، هذا اتفاقا. هناك أيضا من المتفق عليه الغسل للحيض عند نهاية الحيض عفوا إذا أرادت المرأة الصلاة، أو الغسل إذا أراد النفاس، وثم موجبات أخر وثم أمور مختلف فيها دون
توجب الغسل أم لا، تحتاج إلى درس خاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت عم الشيخ سؤالين بس بخصوص يمين صلوات. تفضل. حضرتك، زوج كان بيضرب ابنه في الأوضة وقال زوجته علي الطلاق بالثلاثة، لو دخلتي وأنا بضربه هتكوني خالص. فبعد ما ضربه راح دخل عليه الأوضة. بعد الضرب هو قال لو دخلت وأنا بضربه، وأنا أضربه، أو إذا دخلت عموما؟ لا، هو قال إذا دخلت، قال لا لو دخلت الأوضة هتبقى خالصة. أنت غيرت في السؤال، فأعده مرة ثالثة للتثبت. قال لا، لا هو دخل بالولا الأوضة علشان إيه؟ علشان يضربه. فقال أي لا، على الطلاق بالثلاثة لو دخلتي لتكوني خالصة. فهي دخلت عليه بعد ما خلص ضرب، بس هي دخلت الأوضة. على كل السؤال أرى الثاني، أن يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه، وفقك الله. السؤال الثاني، قال لابنه علي الطلاق بالثلاثة، من تبيت هنا ويلا عشان ما توقعنيش في اليمين. فالواد بات. نفس الشيء، يكفر كفارة يمين على ما أختاره من أقوال العلماء في الطلاق المعلق، وأن فاعله يكفر كفارة يمين. نعم. يقول السائل: إذا أردت الصلاة وكان على ثوبي نجاسة ويوجد معي بنزين، هل يجوز أن أطهر ثوبي بالبنزين؟ البنزين ليس بمطهر، البنزين ليس بمطهر، فطهر ثوبك بالماء بارك الله فيك. هل يجوز أن أتوضأ من ماء تغير لونه بشيء طاهر كالشاي مثلا؟ أظن أن هذه الأسئلة أسئلة لا تنم عن دقة في عقل سائلها، إذ يقول أتوضأ بالشاي، هذا الشاي ليس ماء، إنما اسمه شاي ليس اسمه ماء، فليت السائلون يسألون أسئلة تنم عن سداد ورشاد عقل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله فضل الشيخ. وحياك وبارك فيك. الحمد لله على سلامة شيخنا الكريم. الله يسلمك. شيخنا، بالنسبة ليوم عاشوراء، هل يجوز أن أصوم لو كان علي أيام رمضان؟ يجوز، نعم، لأن أمد قضاء أيام رمضان موسع، وقد قال تعالى: فعدة من أيام أخر. فيجوز أن تصوم عاشوراء وإن كانت عليك أيام من رمضان، والله أعلم. يسأل سائل: ما البديل عن الماء إذا لم أجد الماء وأردت الصلاة؟ قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يسأل كيف التيمم؟ التيمم أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة، وإذا كان التراب كثيرا نفخت فيها، ثم تمسح وجهك وكفيك. هكذا التيمم كما أفاده حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتمسح وجهك وكفيك. هذا رأي جماهير المحدثين بناء على حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، أما فريق من الفقهاء فيبنون على حديث ضعيف، وهو التيمم ضربتان، وكذلك يرون أن المسح يكون إلى المرفقين، لكن المستند لذلك ضعيف لا يثبت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نفسنا نسأل شيخ. ازيك يا عم الشيخ، ربنا يجازيك عنا خير. وإياك الحمد لله. أنا زوجي متوفي، وحلمت اللي ماسك ولادي جاب صاروخ وقام حاطه في المطبخ بتاعي، وأنا خطفت ولادي منه الاتنين الصبيان. نفسي اعرف كده ليه. لا عفوا، ما فهمت السؤال. وعندي ولدين اتنين صبيان. الله يبارك. عندي زوجي متوفي. طيب. فانا شفته في الحلم خد صاروخ وحدفه في المطبخ بتاعي، فانا خطفت الصبيان منه. هو زي ما يكون كان هيز الصبيان انا خطفته. يعني دي رؤية منامية ولا؟ ايوه يا عم. لا، الرؤية المنامية ليس هذا مقام تفسير الاحلام، بارك الله فيك، هذه فتاوى. انا نفسي بس اطمن. عفوا، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحدثي بمثل ذلك أحدا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام
ورحمة الله وبركاته. ما رددت السلام حق الرد؟ إذا قلت لك السلام عليكم تقول سلام ورحمة الله وبركاته، أكدت السلام على نفسك ولم ترد على الذي سلم عليك. هات سؤالك. معلش يا شيخ هات. اتفضل. سلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أيضا ماشي ماشي غفرناها لك. السلام عليكم. السؤال بعد إذنك لو سمحت. اتفضل. مثل المرأة اللي فرج الطفل وهي بتغسله بينقض الوضوء؟ اختاروا الرأي القائل بأن ذلك لا ينقض الوضوء، ذلك لأن النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا في غاية من الكثرة وكانت لهن أولاد، ولم يأمر النبي أي امرأة غسلت ذكر ولدها أن تتوضأ إذ كان طفلا. والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل: إذا كان على ثوبي نجاسة ولا أستطيع إزالتها، هل أتيمم أم ماذا أفعل؟ غير الثوب، غير الثوب الذي عليه نجاسة إذا لم تطع إزالة تلك النجاسة. إن عجزت عن تغيير الثوب وكان وقت الصلاة سيخرج، صليت ولا إثم عليك للإضطرار. والله أعلم. يسأل سائل: ما الأعضاء التي يجب تطهيرها في الوضوء؟ الأعضاء هي التي ذكرها الله في كتابه إذ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والله أعلم. وكذلك هذه الصفة الواجبة في الوضوء، غسل الأركان الأربعة مع النية وبالله التوفيق. ومن العلماء من يشترط الموالاة في الوضوء، والموالاة هي فعل النبي الذي داوم عليه خاصة في الأركان. والله أعلم. يقول: إذا مسحت شعري هل يجب علي أخذ ماء جديد للأذنين بعد الرأس؟ لا يجب ذلك عليك، وعلى الأصح أنه لا يجب مسح الأذنين. نعم، إن مسحتهما فحسن، وإن لم تمسحهما فلا شيء عليك. أما حديث الأذنان من الرأس فكل طرقه ضعيفة لا تصح. والله أعلم. يسأل سائل قائلا: هل إذا أخرجت ريحا وأردت الوضوء للصلاة هل يلزمني الاستنجاء؟ لا يلزمك الاستنجاء، لا يلزمك الاستنجاء. أما إذا تبولت أو تبرزت لازمك أن تمسح أثر النجاسة كما كان الرسول يفعل وأصحاب الرسول يفعلون. فمسألة الاستجمار أمر مستقل ليس بداخل في الوضوء، بمعنى أنك كما أسلفت إذا قمت من النوم مثلا وتوضأت سريعا لا يلزم الشخص حينئذ بالاستنجاء. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فضيلة الشيخ. نعم. زوجة الأب فهي محرم؟ نعم، زوجة الأب محرم على التأبيد على ابن زوجها، ذلك لقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزوجة الأب محرمة على ابن الزوج على التأبيد. والله أعلم. فمن ثم فهو محرم لها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السائل يسأل: إذا لم يكن هناك سبب للمسح مثل البرد أو غيره هل يجوز أن أمسح على الخفين؟ إذا أدخلت رجليك طاهرتين جاز لك أن تمسح عليهما ولو لم يكن هناك برد، بقيد أن تدخل الرجلين طاهرتين، أن تدخل الرجلين طاهرتين في الخفين، وكذلك في حدود المدة المسموح بها وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. والله أعلم. يقول السائل: الجورب الشفاف أو المخرق هل أمسح عليه أم لا؟
الأكثرون من العلماء على أن مثل هذا لا يمسح عليه، والله أعلم هذا. والشيء بالشيء يذكر، فأقول مستعينا بالله إن كل الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب لا تثبت. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربيه لا يصح، فوهم راويه كما أشار إلى ذلك النووي في المجموع وعشرة من علماء العلل، قالوا الصواب أن النبي توضأ ومسح على نعليه، ووهم راو فقال ومسح على جوربيه. فأكرر وبوضوح الأحاديث التي وردت في المسح على الجوربين لا تثبت، ولكن أيضا الخلاف لم يزل قائما بين العلماء في المسح على الجوربين، فالذين ذهبوا إلى المسح على الجوربين استدلوا بأن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوربين، وكذلك استدلوا بقياس الجورب على الخف، ولكن هؤلاء القائسون قالوا يستلزم في الجارب أن يكون ثخينا وأن يصلح المشي عليه لأنهم قاسوه على الخف هذا. وتمسك الآخرون القائلون بوجوب غسل الرجلين بأن الله تبارك وتعالى قال وأرجلكم، فلما لم يأتي نص ثابت في الحيود عن الآية الكريمة، لم يأتي نص من الكتاب والسنة، ألزمنا بالآية، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. فضيلة الشيخ مصطفى حياك الله. وحياك. وسعدنا كثيرا بهذا البث المباشر. الله يجعله خيرا علينا وعليكم وعلى الإسلام والمسلمين يا رب وعلى أصحاب القناة. آمين يا رب العالمين. تفضل. لدي أسئلة لو تأذن لي بذلك فضيلة الشيخ. تفضل سل وأوجز. السؤال الأول، ما هو الراجح عند العلماء في مسألة الهوي إلى السجود؟ نعم. هل الهوي، ما هو الراجح عند العلماء في مسألة الهوي إلى السجود؟ على اليدين أم على القدمين أم على الركبتين؟ السؤال الثاني، مالك بن دينار هل هو صحابي؟ السؤال الثالث، ما حكم التسمية باسم نرجس؟ ما حكم التسمية باسم نرجس أيام شهرزاد وشمس الدين وسيف الإسلام وما غير ذلك من الأسماء؟ تسمية الطفل بماذا؟ باسم نرجس أو هيام أو شهرزاد أو شمس الدين أو نصر الدين وسيف الدين إلى آخره، آخره من الأسماء المنتشرة الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن مالك بن دينار، فالظاهر لي وإن كنت أحتاج إلى مزيد من التحرير، أما الظاهر لي الآن أنه ليس بصحابي، هذا حد علمي الآن، وأحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق، لكن هذا علمي الآن والله أعلم. أما الخرور إلى السجود فأرى والعلم عند الله أن الحديثين الواردين في المسألة ضعيفان، سواء الحديث إذا هوى أحدكم إلى السجود فليقدم ركبتيه على يديه أو الآخر، كلاهما فيه ضعف، والأقرب وبعد تضعيف الخبرين ما ورد عن عمر من أنه كان يقدم ركبتيه على يديه، عمر كان يقدم ركبتيه على يديه، وعلى هذا الجمهور والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الله؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الحمد لله. وفيك الله يحفظك. الله والله يا شيخ مصطفى، توفيت زوجتي منذ 3 أعوام وتركت ذهبا، فوضعت هذا الذهب أمانة مع أمي، فتصرفت أمي في هذا الذهب، وأنا الآن يعني قد حلفت أن لا أطعم طعامها ولا أشرب شرابها، وهي لا تريد أن تعيد لي الذهب، فماذا أفعل؟ عفوا، أبو زوجتك نعم. ما زال حيا؟ أبوها؟ أيوة نعم أبوها ما زال حيا. طيب أبوها له في التركة؟ لا لا لا، لست لا أسأل على التركة يا فضيلة الشيخ، هم تنازلوا لابنتي عنها،
ولكن أسأل أنني وضعت الذهب أمانة مع والدتي. يعني أمك أمك الآن مختلسة رغم أنفك. نعم. أمك أخذت الذهب رغم عنك. لا ليس رغم عني، أنا الذي أعطيتها أمانة. خانت الأمانة، خانت الأمانة. طب وأنا الآن لا أكل وأشرب ولا أشرب معها يا شيخ ذكرا لها، فهل هذا عقوق؟ طيب هي لما تصرفت في هذه الأمانة تصرفت لعوزها ولفقرها أم تصرفت هكذا أكلا لأموال الناس بالباطل؟ لا هي ميسورة الحال يا فضيلة الشيخ جدا، ولكنها يعني تتصرف فيه وتسلف الآخرين، وهي ميسورة الحال تصرفت فيه. على كل حال ما دام سائر الورثة تنازل لك وأصبح الحق حقك أو حق ابنتك، فمن الممكن أن تعوض ابنتك أنت مكان الذهب وتصل الوالدة ودرس أنت تعلمته. السلام عليكم. يسأل عن تسمية هيام. تسمية هيام كرهها بعض العلماء المعاصرين، تسمية هيام لأنه المبالغة في الغرام و أعود قائلا إن تسمية الهيام من الحب الزائد والعشق الزائد فاسم يكره، ومن العلماء من رد هذا إلى قول الله تعالى فشاربون شرب الهيم، والهيم الإبل العطاش التي تشرب بشراهة ولا تتوقف عن الشرب لمرض أصابها، والله تسمية مثل هذه الأشياء تفاؤلا لا بأس به، خلافا لمن كره ذلك من أهل العلم. وقد كان من الأنبياء من اسمه صالح صلى الله عليه وسلم أن وهو اسم أيضا قد يرى البعض أنه لا، لكن أرى ذلك كله جائزا، والله تعالى أعلى وأعلم. فتسميته تفاؤلا جائز والله أعلم. يقول السائل إذا اغتسلت من الجنابة ثم أتى وقت الصلاة وأنا لم أنوي الوضوء مع الاغتسال، هل يجب علي وضوء أم لا؟ إذا لم تنوي فلا تعتبر متوضئا، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات. أما إذا اغتسلت ونويت في ثنايا الغسل الوضوء أو قبل الغسل أن يكون الغسل مشتملا على الوضوء، فحينئذ جاز لك أن تصلي بهذا الغسل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل، والله أعلم. يقول ما الأمور التي أمنع منها وأنا جنب؟ ثم أمور مختلف فيها وثم أمور متفق عليها. فلا تصح الصلاة منك إذا كنت جنبا، الصلاة لا تصح بالإجماع من الشخص إذا كان جنبا ولم يتطهر من الجنابة بالاغتسال أو بالتيمم إذا لم يجد الماء. هناك أمور أخرى فيها، سئل النبي عن النوم، نوم الجنب، أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. وردت رواية أراها معلولة شاذة، أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. موسعة إن شاء الله، والله أعلم.
يقول: إذا شككت في طهارتي أنت توضأت أم لا؟ فتبني على الأصل أنك لست بمتوضئ، ومن ثم تعيد الوضوء إن احتجت إلى الصلاة، والله أعلم. فلهم علينا حق الجوار، فأذكرهم بأن الله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فما كان برب ولا إله. فتوبوا إلى الله، عسى الله أن يرحمكم وأن يتوب عليكم. قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وأذكر أيضا الطائفين بالسيد البدوي وبإبراهيم الدسوقي، والذين يزفون النذور إلى هذه الأماكن ويسألون هؤلاء الأموات كشف الضر أو جلب الخير. أقول لهم: إن الذي يكشف الضر هو الله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ودعاء غير الله شرك والعياذ بالله. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أوصي نفسي وأخواني بالصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو لإخوانهم المسلمين المضطهدين في كل مكان أن يكشف عنهم كل ضر وأن يجلب لهم كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.